تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي، أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحفل العاشر لتوزيع المنح المالية للمنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية الفائزة بمشروعات تنموية خدمة للمجتمع وتطويره، وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حمادان وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويعد برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية أحد المشاريع التنموية التي يشرف على تنفيذها صندوق العمل الاجتماعي الأهلي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من القطاع الخاص لتشجيع هذه المنظمات الأهلية وتحفيز أنشطتها الخيرية والتطوعية المتميزة. وقد شهد البرنامج هذا العام منافسة 74 جمعية خيرية أهلية، في حين فازت 47 جمعية بجوائز المنح المالية في الدورة العاشرة للبرنامج بقيمة إجمالية بلغت 155 ألف دينار. وفي كلمة لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة، أعرب سموه عن تهنيه للمنظمات الأهلية الفائزة، وأشار سموه إلى أن ما يميز مملكة البحرين هو الشراكة والتعاون الوثيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأهلي لتنفيذ المشاريع الاجتماعية التنموية، مشيدا بالقطاع الخاص لما له من دور مشهود في التنمية. وقال سموه إن ما تشهده البحرين من الانفتاح المجتمعي على العمل التطوعي الأهلي هو إحدى ثمرات التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد حفظه الله ورعاهم في الارتقاء بالعمل التطوعي ومساندة ودعم العمل الاجتماعي في البحرين. ووجه سموه الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعمها للعمل الأهلي في المملكة. في دوره أعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن الشكر لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي على دعمه لمسيرة العمل الخيري والاجتماعي والتنموي في البحرين، مؤكدا أن الدعم ومساندة الأعمال الخيرية والإنسانية المجتمعية في مملكة البحرين هو أمر نابع من قيم وأعراف وتقاليد المجتمع الخيرة. وقد تفضل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية بتسليم شهادات المنح المالية على الجمعيات الفائزة.